عسامة مساري، مرحبا بك استاذ عسامة منال. عسامة مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام. اليوم باش نحكيوا على فيليكس أنطوان أميل، أ موسيسيان دو جاز يسكن في مونريال، ولا اون ليجوند في بلادو. السيد حب يترشح للانتخابات ولأول مرة على مر التاريخ في كندا، أول مرة أن كانديدا ياخو زيرو فوت على الناس الكل. معناتها قال لك لازم جوست 100 سيناتور باش يقدم روحه وجاب صفر. يقول قايل علاش ما فوتيش روحه هكاك وما تجي فوت برك خير ماك صفر. خوه أخته مرته ولده أي عبد فوتينو. لما حالا نحن عشنا التجربة في تونس روا، فما شكون ترشح، ما عادش تفكر ولا لا منال، مش نقول بالطبيعة أنا نفكر، فما شكون ترشح حتى مرته ما صوتتلوش. مي حسب القانون هو أن سيتويان اللي عايش في مونريال هذا ما يخليهش يفوتي روحه في الدائرة الانتخابية. بعد صفر فوت اللي عنده بلي سامحني باش نوقفك دقيقه. وقفت معناتها فما حاجه ما فهمتهاش. تو هو الانتخاب سري ولا لا؟ الدوله مين تعرف عليه انتخب لشكون هو؟ معناتها هذيك هل هذا عنده معنى؟ شو احترام القوانين؟ انت وحدك معناتها تحترم القانون، ما تصوتش الروح، ما تصوتش الروح لانك تحترم قوانين بلادك. وي هذا في اسمه خيال علمي عنا نحن. لا ما هوش وقع في تونس، ما تحسونيش لي انا غريبه ياسر، معناتها ما فما حاجه مش نورمال. هذاك علاش هو محترم في القوانين، القانون ماهوش طبيعي، مش هو محترم. اوكي هذا وقت يتم تغيير القوانين وقت جو سوبوز. لا لازم كانت تحكي على مش تغيير القوانين، تغيير المخ هذايا، معناتها على خاطر ما خاطر حاجه مش طبيعيه. تري كوريكت. هذاك علاش انا بيني قبيل نحكي وخاد نقول في كندا برشا مرات ناكد لي ماهمش نفس المونتاليتي كيما العباد الكل. من بعد زيرو فوت اللي عنده سي فيليكس قال لك هذه كندا واللي تقول على روحها بلاد ديمقراطيه طلعت كذبه كبيره. دونك هو ديجا في جروب اللي فيه 84 عبد ومهتمين كلهم بالإليكسيون هذايا، كي لقاو رواحهم من غير فوت وحتى حد ما حب يركز معاهم ويعطيهم أهمية، عملوا حملة اللي باش يدافعوا على ليزونجاجمون تاع لي سيتويان. وقال لك حتى كان معنا حتى فوت ونحن ماناش باش معناتها وهذايا نسميه إيشيك توتال، معناتها كل شيء، نحن ماناش نقفوا قدام حقنا وباش نواصلوا في الحملة نتاعنا لين نوصلوا صوتنا. دونك سي فيليكس أنطوان أميل وحده ضد كندا. عارفش كان يقد روحه ولا بلي هو ضد كندا، هو ما عندوش حق يصوت روح احترم القانون معناتها في الحجره نتاعو. باش تفهم انت معناتها ضد الصباح ما عندناش بيكون ضده، فما حتى مشكل. مي سانسيرمون كيما قالت منال بالحق، معناتها سي معناتها ان بوب، معناتها شعب اللي يطبق في القانون، معناتها ميمسي ما عندكش الحق تفوتي راه مش لازم معناتها كلي تبدا تحب تتحيل وكل شيء راه زايد، ما عندكش الحق ما عندكش حق هكا ويزي. مي نعرف هذايا خيال صعيب، معناتها سي رياليتي بعيده برشا. معناتها تشوف انه ساغيف وموجود، اما نونبيش انه معناتها فورسيمون مش الناس الكل في كندا تحترم القانون بطريقه صحيح هيدي. هو كلامك صحيح زاد من هنا جوست بتات لو سوليني. وي نرجع لك بعد شويه بيان سور بوتس فير بعد الاخبار مع سهيل.